صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديده، ومرحبا بكم في ماشين يوتيوب وميما بيوتي. انا الحمد لله اليوم فقت على واحد طاقه ايجابيه، اللهم لك الحمد، وقلت علاش لا. البنات طلبوني قالوا لي عافاك او ميما ورينا شي طريقه ديال الحبوب كتحيد بها الحبوب ولا الاثار ديال الحبوب. وانا عندي واحد الوصفه كنت انا كنديرها ملي كنضوا ليا شي حبيبات في وجهي، وحتى البنات صحاباتي عطيتها لهم والحمد لله لقاو نتيجه زوينه. هذه ماشي وصفه وحده، هادو ثلاثه الوصفات اليوم جبت لكم البنات، هما سهلين. انا عارفكم ما تقولوا لي كثرتي علينا بثلاثه الوصفات بزاف علينا، ولكن انا غنمشي معكم خطوه بخطوه حتى تقادوا كل شيء. المهم انا غنوريكم ثلاثه الوصفات، الفيديو غيبقى عندكم، كل نهار ديروا حاجه والحمد لله ما غتخيبوش. اول وصفه البنات اللي هو المقشر، هذا المقشر البنات اللي هو فيه القهوه والزيت البلديه والسكر، ضروري خاصك ديري قبل اي وصفه ولا قبل اي ماسك، لانه كيحيد داك الجلد اللي تيكون ميت في البشره ديالنا وكينقي لك وجهك. البنات انا غنوريكم دابا المقشر اللي غندير لوجهي، وبقاو معايا. البنات المقشر انا وجدته، انا غير بغيت نوريكم شنو فيه. فيه الزيت البلديه وسكر وقهوة مطحونة. هذا مقشر راكم عارفينو البنات، بزاف البنات كيديروه. هذا ضروري خصك ديريه قبل اي وصفة بغيتي ديريها وبغيتيها تنجح لك، لان هذا المقشر هذا كيحيد داك الجلد الميت اللي تيكون في البشرة وتينقي لك وجهك مزيان، باش وجهك كيساعد الوصفة اللي غديريها من بعد. مهم البنات هذا هو الشكل ديال الوصفة، ما يكونش جاري بزاف وما يكونش ثقيل باش يساعدك على تقشيرة الوجه. المهم ما نطولش عليكم البنات، انا غنقشر وجهي ونوريكم الوصفة الثانية. على وجهي البنات غمقان نقوماجي غيب شوية وكتري في هاد البلايص، هاد التاي اللي عندنا هنايا وفوقني في فهاد البلايص هكا، غتبقاي تقوماجي غيب شويه باش ما وجهي بالماء دافي. ومن بعد غنوريكم الوصفه الثانيه، ابقاو معايا. الوصفه الثانيه البنات غناخد شويه ديال البابونج وكاس خاوي، وغناخد واحد الكميه ديال البابونج وغنديرو في كاس وغنكب عليه الماء طايب وغنتسناه لواحد ربع ساعه ولا نص ساعه حتى يطلق داك الماء باش نصفيه، وغنوريكم المكونات الاخرين اللي غنخدم بهم الوصفه اللي غندير في وجهي. المهم البنات انا غنوريكم طريقه، غتاخدو كميه قليله ديال البابونج، ما تكتروش بزاف باش ما يبقاش لكم شايط وغيضيع. المهم انا خديت غير واحد شويه بحال هكا، غندير عليه الماء طايب. شوفوا البنات راني غطيته وغنخليه واحد ربع ساعه ولا نص ساعه كاع على حسب. كيف ما كتشوفوا راه بدا كيطلق الصفوريه، وانا غنزيد نخليه يطلق حتى ياخذ واحد اللون اللي كامل، وديك الساعه غنخدم به في المكونات. كما كتشوفوا البنات هادو هما المكونات. المكون الاول هو الرز مطحون والحمص مطحون. كنصحكم البنات الرز ضروري خاصكم من طحنوه تغربلوه اكثر من مره، انا غربلته اكثر من مره باش ما يبقاش ليا داك الرز خاشن ويقدر يضر ليا البشره ديالي. وكتعرفوا باللي البشره ديال الوجه كتكون حساسه وحنا ما بغيناش شي حاجه اللي غطرنا. انا من غيطلق ليا الماء ديال البابونج غنخلط المكونات بثلاثه وغنوريكم طريقه الاستعمال. كما كتشوفوا البنات ها هو الماء ديال البابونج كيفاش ولا، هذا هو اللون اللي خصك تحصل عليه. دابا غناخذ معلقه صغيره ديال الحمص ومعلقه صغيره ديال الرز، وغنبقى نهز شويه من الماء ديال البابونج حتى نحصل على خليط ما يكونش جاري وما يكونش ثقيل، وانا غنوريكم الطريقه كيفاش. بقاو معايا.
تشوفوا البنات، هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها، وهكا خاصها تكون. كما كتشوفوا ما خصهاش تكون جاريه وما تكونش قاصحه. المهم انا نطبقها على وجهي وبحال غادي بيا وفي الغادي بيا وفي الغادي بيا يا عمري ويا عينيا في الغادي بيا وفي الغادي بيا وفي الغادي بيا يا عمري ويا عينيا. من بعد البنات ما طبقت الماسك على وجهي غنخلي حتى ينشف، ومن بعد غنمسحو بقطن عادي يمكن ليا نغسلو بالماء بارد. وديك الساعه غنوريكم الوصفه الثالثه والاخيره، وبقاو معايا حتى الاخر. من بعد البنات ما نشف ليا الماسك كيف ما كتشوفوا، غنمشي نحيدو بقطن وغنغسل وجهي. الطن اللي غنمسح به وجهي ضروري خصني نفزقو بالماء ورد، لانه ما يمكن ليش غنحيدو وانا ديجا الماسك ناشف ليا في وجهي، ما غيبغيش يتحيد ليا. غندير فيه شويه ديال تا هو في جوج مكونات، اللي هو الازير اللي معروف بزاف فيه فوائد زوينه للبشره وحتى للشعر، وورقه سيدنا موسى اللي ما كتخطى حتى شي دار. غنوريكم الطريقه اللي غتكون نفس ديال البابونج. غنحطهم في كاس وغنكب عليهم الماء سخون وغنغطيه لمده نص ساعه ولا ربع ساعه، وديك الساعه غنديرو في قرعه ديال الدجاج وبقى فيما نبغي نعس ولا في الصباح نوض نديرو. عاد ديك الساعه يمكن ليا ندير شي كريم ايدغاتون وندير ايكخون ديال الشمس. ضروري البنات خاصكم ديروا ايكخون ديال الشمس، واخا تكونوا غير في الدار ما خارجينش خاصكم ضروري ديروا ايكخون ديال الشمس. المهم ما نطولش عليكم، بقاو معايا حتى الاخر ديال غسلت وجهي. وريتكم الطريقه ديال الوصفه الاخرى، صفيتو ودرتو في قريعه، ودابا غنرش به وجهي. عرفتي البنات فيه ريحه واعره تبارك الله. بعد البنات ما درت طونر لوجهي ضروري خصني ندير ايكخون ديال الشمس، واخا ما غنخرجش ضروري خصني نديرو. وحتى البنات كنصحكم ضروري واخا ما تخرجوش ديروه، ولا كنتو غديروا شي وصفه في الدار من الاحسن داك النهار بلا ما تخرجوا. المهم كنتمنى يعجبكم لا فيديو البنات، وكنتسنى الاراء ديالكم، وقولوا لي الا درتوا هذه الوصفه هذه شنو هو النتيجه اللي حصلتوا عليها. كنبغيكم بزاف وكنموت عليكم، وتهلاو في راسكم. ان شاء الله فيديو جديده، باي باي.